سبحان الله، اليوم يومك، كلمة كويتية بحتة يعني. اي والله اليوم يومك. الله بالقرآن يقول يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. صدق الله العظيم. سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يوم 24 ساعة كله بذكر الله والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والجهاد والنفقة والصدقة وجبر الخواطر وحل المشاكل وتأسيس الدولة الإسلامية ونشر الإسلام والقرآن وحفظه والسيرة النبوية. وهذا كان ديدن الصحابة وآل البيت والتابعين والسادة الصوفية. الوالد كذي أبو يعقوب الرفاعي، هذا جدول اليوم 24 ساعة كله كان يقول وقايم على العطاء. العطاء يسمونه، كان الوالد يقول الشيخ صالح الجعفري الأزهر الشريف يقول يسمونه صاحب الصماط. سبحان الله. على طار اليوم يومك، مرة ذاك الوالد سيد ساجن سيد أحمد رفع وزينة مشيخ الطريق رفع السمية، قال يا ابني خادت بكلية التجارة شنو المعلومة اللي استفدتها؟ محاسبة وإدارة واقتصاد وسياسة وتأمين وإحصاء وغيره. قلت له ما يرد أولا يصرف آخرا. قال لي لا يا ابني، أهل الله يقولون ما يرد أولا يصرف أولا. فيعني هذا مبدأ أهل الله. فاليوم يومك يعني لا تأجله لبكرة، كل شيء عندك تبي تقدمه قدمه، لأن بأمر الله وصلى الله عليه وسلم. سبحان الله. اليوم يومكم يا رب بتحرير فلسطين والصلاة في القدس، والله ينصر المجاهدين والمجاهدات في لبنان وفلسطين كل مكان. كان يومهم كانت يدة أم حسين تقول يا خالد لا تكنز، خليك مثل ابوك ابو يعقوب الرفاعي وغيره. فاليوم يومك ملك ينزل، اللهم اعطيهم منفقا خلفا اعطيهم ممسكا تلفا. اليوم يومكم شدوه.